اكيد البطوله صعبه جدا، واحنا كنا نتمنى ان احنا كمان نوصل النهائي، وبالنسبه لنا كانت اسهل بكتير ان احنا نوصل النهائي. بس الماتش اللي فات احنا عملنا ده كويس جدا، بس ضيعنا كتير الماتش اللي فات، بس في الاخر خلاص نسينا المباراه ولعبنا النهارده مباراه كويسه جدا مع فرقه محترمه منظمه. بالنسبه لنا كنا عايزين نطلع على الاقل ناخد المركز الثالث، الحمد لله خدنا المركز الثالث. فصراحه الجمهور النهارده كان على طول ساندنا، والماتشات اللي فاتت كان مساندنا. انا بشكر الجمهور اللي جه النهارده، وبشكر اللعيبه دي النهارده عملوا مجهود جامد جدا، كثلاث ماتشات في وقت قليل جدا مع النهارده البطوله كانت اعلى. بقول لهم الف الف مبروك، وكل الاداره مبروك، وكل الجهاز مبروك، ان شاء الله نكمل على كده ونفضل على كده. احنا ممكن نكون بدانا بشكل مش كويس، عشان احنا كنا لسه طالعين من خمس بطولات، كان البطوله بتاعت السوبر اللي احنا خسرناها. بس انت لو ركزت في ماتش بطوله السوبر، ارجع كده للماتش هتلاقي احنا الجون الاولاني لنا ضربه جزاء. انا مش عايز اتكلم عن التحكيم ولا الكلام ده كله، بس في الاول وفي الاخر احنا افريقيا كلها طمعانه فيك طبعا. كل كلام اللعيبه عارفه الكلام ده دلوقتي، خلاص هي ما كانتش حاسه في الاول، ودلوقتي حاسه الكلام ده كله، عشان كده جينا البطوله دي. الفتره اللي فاتت احنا ما كانش معانا توفيق، الاداء على قد على قد على قد الفتره اللي فاتت احنا كنا كويسين، بس ما كناش كويسين. بس احنا الفتره اللي فاتت الحمد لله كملنا بعض الفتره اللي فاتت كويس جدا، وعندنا البطوله دي بشكل كويس جدا. لو انت لاحظت الاداء في ثلاث ماتشات فتره وفتره صغيره جدا، اللعيبه دي هم اللي موجودين بقى لهم خمس سنين وست سنين، هم اللي موجودين البطولات، هم اللي بيرفعوا البطولات. احنا كلنا واحد، مفيش حد في الاخر، احنا فرقه واحده على واحد، احنا كلنا بنخسر، احنا كلنا بنخسر، كلنا بنخسر، احنا بنخسر. احنا النهارده جبنا المركز الثالث. انا اللي عايز اتكلم مع الجيل الذهبي طبعا على راسي، واللي عايز اتكلم مع الجيل الحالي اتكلم مع الجيل اللي كان بيشتغل، واللي بيتكلم الاعلام مع الاعلام. احنا قصتنا كلها شغل في الملعب. اللعيبه اللي موجوده لعبت ماتشات كبيره جدا مع فرق كبيره جدا، مع بايرن ميونخ وريال مدريد، ولعبنا مع كلامندو، ولعبنا مع الاتحاد جده. الجيل اللي موجود ده يعني بالنسبه لنا 70% هم اللي موجودين بقالهم 5 6 سنين، خلاص هم عارفين الخبرات وعارفين الماتشات الكبيره، وبنحب نلعب الاجواء ديت. صراحه الاجواء في المنطقه العربيه السعوديه اجواء حلوه جدا، زي ما احنا شايفين المصري مليان الملعب ازاي. انا بصراحه يعني بشكر التنظيم، بشكر الجمهور اللي جه. اللعيبه دي واخده على التوقعات الفتره اللي فاتت، واحنا بنقفل خالص قدامنا. في الاول وفي الاخر احنا ربنا في الملعب، واللعيبه دي عارفه الكلام ده كويس. اللعيبه الكبيره الفتره اللي فاتت اتكلمنا مع اللعيبه الموجودة، بنا على طول لازم نفوقهم، لازم نكلمهم، لازم نفهموا ان افريقيا كلها عايزه منا كل حاجه، عشان كده افريقيا فاتت كل حاجه. انت النهارده دي رابع مره على التوالي توصل كاس عالم، الخمسه الجايه على كاس عالم، كل باصص لك باصص ان انت كبير، وانت كبير، عشان كده لازم تطاطي، ولازم راسك الارض على طول عشان شغلك وعشان توصل للهدف.